السلام عليكم. كما تنعرفوا في هذه المرحله ديال الوباء بالكورونا، بزاف النساء الحوامل اللي قبل مرحله الانجاب متخوفين بزاف. سي فري كو المراه الحامل هي عندها شويه المناعه ناقصه، دونك تتكون بليز اكسبوزي، داكشي علاش. ولكن الاحتياطات هي الاحتياطات ديال تو الموند، ديال الناس كلهم، وانها خاصها تحاول تيفيتي الاختلاط بالناس، تحاول ما تخرجش بزاف، تحاول دير ان ماسك لا خرجت عن الضروره ولا خرجت عن الطبيب المعالج ديالها، وتحاول ما امكن باش تغسل يديها شاك فوا الى توشي كيك شوز، دونك الوقايه ديال تو الموند. اما بالنسبه للولاده، هنا فين كاين شويه اما لوبيتال ولا لا كلينيك، هي الزيارات ناقصه، دونك تيكون اون سول بيرسون بار فيزيت، دونك هنا هذيك الفرحه ديال لاكوشمون تتكون ناقصه. ما كاين مشكل بور ايفيتي هاد لو كونتاكت، باش ما يكونش الاختلاط، باش ما يكونش لو ريسك دو ترانسميسيون. دونك هنا في لي كلينيك ولا لي زوبيتو ما تتكونش الزيارات، دونك باش ما يكونش الاختلاط. وفي بزاف النساء متخوفات انها في لا كلينيك ولا في لوبيتال ليها ريسك دو ترانسميسيون، اون جينيرال الاطباء تياخذوا الاحتياطات ديالهم، اوسي لو بيرسونيل باراميديكال، دونك اون جينيرال ما تيكونش لو ريسك ديال لا ترانسميسيون ديال الكورونا فيروس. غير هي مثلا حنا تنصحوا مثلا من بعد الولاده بان السيده تاع مع الطفل ولا الطفله ديالها، بان تغسل يديها شاك فوا ودير البافات من الاحسن، باش حتى هذاك سي جامي إليا إن إنفكسيون ولا إن كونتاميناسيون ما يدوش حتى لذاك لو بيبي. واخا النسبة راه قليلة قليلة بزاف بزاف، مي مرة شنا دي كا اللي قلال في العالم، مي الاحتياط هو كأي سيدة. الاحتياط ماشي لحقاش مرا حامل راه غيجيها لو فيروس ولا غيجيها أكثر من الناس الآخرين، لا. دونك لكن الاحتياط والوقاية اون جينيرال تو سا سباس بيان، وهاد الايام كاين بزاف ديال لي زاكوشمون، دونك كلشي داز مزيان. غير هي هذاك لومبيونس ديال الحفله ولا لو بوفي اي تو سا، مالوروزمون ما تيكونش ممكن يدير الانسان من بعد. دونك النصيحه اللي تنقول للسيدات الحوامل هو انهم خصهم لو كوتي بسيكولوجيك، هو انهم خص يكون عندهم واحد الامكان، واحد المعنويات نفسانية باش دوز هذاك لاكوشمون، باش يدوز فرح، واخا ما كايناش العائله كلها مجموعه، ولكن من الاحسن يكون فرح لي مزيان. وكاين دابا لي فيديو كونفيرون، لي فيديو ترانسميسيون، ممكن انها توري البيبي ديالها لا فامي ديالها، واخا تكون بعيده عليها دلوقتي.